بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أحباب الكرام، اليوم سوف نتعلم دعاء من أدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء السفر. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، قطعة من جهنم والعياذ بالله، وذلك لأن السفر فيه مشقة ومخاطر يتعرض لها المسافر، والله بحفظه ورعايته يحفظه من كل مكروه، وبفضله ومنته ييسر عليه هذا السفر. فيستحب أحبابنا الكرام أن نتعلم هذا الدعاء ونحفظه، ويستحب أن نذكره عند السفر. يقول المؤمن أو تقول المؤمنة حينما تسافر عن طريق الطائرة أو السفينة أو السيارة، نقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، واطوي عنا بعده، واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا أحبابنا الكرام دعاء السفر لمن يسافر أو لمن تسافر، للرجل أو المرأة، دعاء من أدعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحرص عليه ونقوله لعل الله يحفظنا وحفظنا الله بحفظه. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع. نحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.